الرأس الساري الأسود يستخدم لسحب الأبرية أو حتى ثقب الجلد مرحلة ما قبل دخول الإبرة التوهية. ثقب الجلد مهم قبل الإبرة التوهية، ليش؟ السلام عليكم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن التخدير الناحي عموما، وتطرقنا بالمعلومات للجانب العملي اللي قلما نجد أحد يتحدث عنها بوسائل التواصل الاجتماعي. تكلمنا عن المخدرات الموضعية والتخدير الناحي عموما. رابط المحاضرة تبع الجزء الأول إن شاء الله في الوصف. هدفي من المحاضرات رفع السوية العلمية للطالب وتحسين فكرته النظرية والعملية عن التخدير عموما، طبعا من خلال فيديوهاتي. كلنا نستطيع الوصول للمعلومة النظرية، ولكن نحتاج مد يد العون في فهمها، وأطلب من الله سبحانه وتعالى إمدادي في يد العون في تحقيق هذا الهدف. اليوم في هذا الفيديو بتاريخ 18 رمضان 2020 راح أكمل الحديث عن المخدرات الموضعية والتأثيرات السريرية لها وكيفية تدبير اختلاطها، وراح أتحدث بأفكار بسيطة عن حصار بير والتخدير فوق الجافة، أيضا والعوامل المؤثرة على مستوى الحصار الشوكي. لابد من مشاهدة الأجزاء الثلاثة للمحاضرة لكي نربط الأفكار مع بعضها والتوجه الصحيح للجانب العملي للممارسة هذه المعلومات والتعلم منها. ومن أحب استخدام ميزة تسريع الفيديو من أجل الوقت فليفعل ذلك. وأيضا لابد من مشاهدة الفيديوهات العملية للتخدير الشوكي وحصار بير والتخدير فوق الجافي من على القناة، فيها معلومات جيدة إن شاء الله. وأنوه بالذكر بأن هذه الفيديوهات هي فيديوهات لمساعدة الطالب على الفهم، ولا يمكن اعتمادها كليا لتعلم هذه التقنيات التخديرية، ولا بد من الرجوع للكتاب والقراءة منه. جعلنا الله وإياكم سعداء الدنيا والآخرة. ضمن 4 ملي ماركاين اللي هي 20 ملي جرام سائل دماغ شوكي بمقدار 1 ملي. طيب بعد منه راح نساوي شو؟ نحقن 2 ملي، نسحب 1 ملي، نحقن 2 ملي، بكون خلاص السرنج. انا شو سويت بالحاله هاي؟ عم تاخذ السائل دماغ شوكي اللي هو احد الاشياء اللي بتغذى عليها الاعصاب في هاي المنطقه اللي هي غنيه بالسكريات والوجود فيها البروتينات، فانا عم باخذ عندي المخدر الموضعي بخلطه مع سائل دماغ شوكي، عم تخلي مين؟ عم خلي المخدر الموضعي يرتبط في بروتينات السي اس اف، برجع بحقنها وين؟ ضمن مين؟ ضمن الحيز تحت العنكبوتيه، فراح تروح بشكل اسرع وتعمل لي شو؟ ارتباط بجذور الاعصاب او ارتباط في الاعصاب الموجوده وحصل لقنوات الصوديوم ومنع لزوال الاستقطاب في هاي المنطقه، فبالتالي سرع او تسريع بدء التاثير. اذا اللي راح يصير هو تسريع بدء التاثير. يعني ليه؟ من التاثيرات الجميله هذا الامر انه ممكن ينزل الضغط بشكل اسرع. فالحل هون شو بيكون؟ بكون انا محضر مريضي بشكل جيد باعطاء سوائل بمقدار نص لواحد لتر سيروم ملح. تمام يا شباب؟ طيب اذا حكينا عن الدوكاين، حكينا عن الماركاين، هلا عندنا الماكس دوز للماركاين. الجرعه القصوى للماركاين بالحيز فوق الجافي يا شباب هي 175 ملغ بدون ادرينالين و225 ملغ مع ادرينالين. إذا 175 ملغ 225، العامل مش الفارق هو الأدرينالين. الأدرينالين شو شغلته بالحالة هاي؟ إذا راح يقبض الأوعية اللي راح تمتص هذا المخدر الموضعي، بعدين راح تقلل في الامتصاص، راح تزيد من فترة التأثير وتقلل السمية الجهازية أو تقلل السمية اللي ممكن تصير بسبب المخدر المحقون. جرعة الماركاين في الحقن السباينال هي شادة يا شباب. إذا جرعة الماركاين في الحقن تحت العنكبوتية هي من 0.1 ل 0.2 ملي جرام على الكيلوغرام. هاي الجرعة بتزيد ل 0.3 ل 0.5 عند استخدام عند الأطفال فوق عمر 3 سنوات. هاي الجرعة عند استخدام الماركاين في التخدير الشوكي تكون الجرعة هي 0.1 إلى 0.2 ملي جرام لكل كيلوغرام عند البالغين. عند استخدام الماركاين عند الأطفال فوق عمر 3 سنوات فبتكون الجرعة هي 0.3 ل 0.5 ملي جرام على كيلوغرام ماركاين. تحت 3 سنوات ماركاين في التخدير الشوكي تكون الجرعة هي 0.016 ملي جرام لكل سنتيمتر طول. رح نكتبهم على اللوحة. طيب عند أطفال فوق الشهادة. طيب
عندنا الأطفال تحت 3 سنوات 0.016 ملغرام لكل إيش؟ ذلك التخدير الشوكي عند الأطفال العمر تحت 3 سنوات راح يكون معتمد على الطول. طيب مثال عملي، عندنا طفل عنده فتق إرادي، عمر هذا الطفل 1 سنة، حبينا نعمل له تخدير موت تخدير تحت عنكبوتي. فأول شيء لازم نعرفها وندقق عليها هي مستوى الحقن. مستوى الحقن راح يكون شد 4-5، بيصير يكون 1-2. لا ليش؟ إذا هون الحبل الشوكي لساته ممتد، السباينال كورد لساته ممتد، فبالتالي لازم ندخل منطقة يكون فيها عمل. الشغلة الثانية لازم استخدمها أني إبرة وزن خاصة. إبرة وزن لازم يكون قياسه وضع 25 جيجا، يعني برتقالية، بس ميزتها أنه طولها شد طولها 3-5 سم، طولها قصير موازي كاشف كثير، ولكن هاي إبرة مخصصة للتحديد الشوكي عند الأطفال. فهذا يعني أنه ما لازم نجيب إبرة تبعت البالغين اللي طولها شبر ونشتغل فيها. الوضعية وضعية أطفال، فينا نقول بروك لخدرات مثلا عمره سنة، فالحال شو نساوي؟ أول شغلة من نايم الطفل، نايم الطفل ممكن حتى النبي تمام حسب العملية طبعا، يعني إذا عندي عملية خلع برك ولادة ممكن تطول 3 ساعات، غير إذا عملية فتق إرابة. عملية فتق خلع برك ولادة ممكن نبب فيها، ما استعمل فيها مسكنات، يعني بس أعطي منوم مرخي نبب، حط الطفل بوضعية جانبية يكون في حدا عم ينفخ أو منفسة عم تنفخ، حطيناها بوضعية جانبية، حدا سندنا الطفل، قمنا 3 مرات مركز المحيط، حددنا مستوى الفقر اللي راح فوت فيه وبين القطنة القطنية الرابعة والخامسة. بعد منا وين دخلنا؟ دخلنا باتجاه الجافي. بعد خلق الجافي وخروج السائل اللي ما هو شوكي، هون نعطي الجرعة اللي راح تكون معتمدة على الطول. قلنا أن الطفل عمره سنة، فلازم يكون طوله تقريبا إذا 45 فوق 50 سم، يكون لأنه الخديج من علاماته أنه يكون تحت 47 سم، تمام وزنه تحت 2 كيلوغرام هيك. فالطفل قالوا واحدا طوله فوق 50، راح نعتبره هنا مثلا 50 سم، راح نعتبر الطفل وزنه طوله 50، فهون راح نضرب 50 بشد شد الناتج حاليا يعني ضغط شد 0.8. اذا 0.8 ملي جرام شو هو ماركه، يعني شد يعني بنجيب 1 ملي بنسحبه اللي هو 5 ملغرام، يتم تمديده بمحلول سوي التوتر اللي هو مين؟ سيروم الحين. اذا بصير ممدد بسيروم 0.45%، لا لانه راح يصير شو وضع اوزموليته منخفض. طيب بصير نعطي مدده بمحلول 30% صوديوم؟ لا، فلازم نمدده بشو؟ بسيروم سوي التوتر اللي هو سيروم الحين. مددناه لصار شد عنا 5، فصار 1 ملغرام بالملي، نحقن تقريبا 1 ملي لتر او اقل حتى. تمام، في شيء مهم تاني لازم نركز عليه في هذا الموضوع اللي هو بعد اجراء الحقن مباشره نفك الاسمنت، نفك الاسمنت والقايد بنحطه. فهيك انا بكون حققت اعطاء الجرعه الكامله للطفل. اذا الحيز اللي راح يكون فيه اللي هي الحجره الفارغه بالابره البزل والدليل المعدني تبعها هو حيز ممكن يشمل 0.1 ملغرام من اصل 0.8 ملغرام ماركاين. فانا بكون حققت اعطاء الجرعه الكامله عن طريق الحركه. يمكن شفتوا بعض فيديوهات الناشرة انه في شخص من احد طلاب تخدير كيف كان ماسك بعد ما حضر سباينر فك السرنج وحط الجايد تبعه، ما بعرف اذا هالشخص بيكون شاف حركي بس ما حسأل نفسه ليش، مشان انه اكاديميا خلوه نحقق اعطاء جرعه كامله. عند البالغ هذا الهامش ما بيأثر، لذلك ما راح نشوف تاثيرات سلبيه على الواقع، بس عند الطفل ممكن يأثر. في سؤال عن النشرة؟ شوفوا يا شباب، هون راح نتعرف على المعدات المستخدمة للتخدير فوق الجافي. عندنا بهذا الفيديو المعدات موجودة أمامنا، طبعا هاي المعدات ممكن تختلف شكلا ولكن مضمونا نفس الشيء، يعني قسطرة راح تضل قسطرة، سرنج راح يضل سرنج، بس ممكن نشوفه زجاجة، ممكن نشوفه بلاستيك، مزبوط لا؟ طيب بداية هاي الموجود بين يدين هذا الشخص شو هي؟ هي ساحة عقيمة. هاي الساحة العقيمة هاي مسكس لاستيك للعزل لعزل المواد، هاي تتمي للساحة العقيمة تمام، هاي بوفيدون طبعا كمية قليلة ولكن كافي وزيادة حتى 3 سنجات للتعقيم. السؤال اللي هون يطرح نفسه انه انا ليش حاطي لي 3 سنجات، يعني ليش ما بشاش اعقم فيه؟ تعقيم 3 مرات ما خلاف.
ليش السفنج؟ ليش السفنج إلى عصاي مو شاشة؟ حلو الكلام. إذا ممتاز ممتاز ممتاز. إذا مشان موضوع شو؟ التهاب السحايا العامة. عرفنا شلون؟ لما أنا بمسك البوفيدون في إيدي مكفوفة يعني وبعقم بإيدي تمام؟ فأنا إيش بكون صار؟ صار في عندي بوفيدون عادية تمام؟ هذا الشيء ممكن يدخل البوفيدون أثناء البزل أو أثناء الإجراء ويوصل للسحايا، والسحايا رح تعترف عاد الأمر على أنه جسم أجنبي وتتعامل معه على هذا الأساس، فممكن يصير عندي التهاب سحايا عقيم حتى لو كان سريريا مو صاير أو نادر الحدوث، ولكن فعليا في شيء نظري موجود في الكتب اسمه التهاب سحايا عقيم بيصير بالبوفيدون وبودرة الكفوف تمام. فهني مشان يتجنبوا هذا الأمر حاطين لنا شو؟ حاطين سفنجات بحيث إنه بعد ما نخلص منهم شو نسوي فيهم؟ كبوت. شوفوا يا شباب، هاي عبارة عن قسطرة، قسطرة بلاستيكية راح تضل الحيس فوق الجرح. لاحظوا يا شباب، هاي القسطرة البلاستيكية مرقم من الأرقام راح نشرحها هلا إن شاء الله. الشغلة الثانية إنه عنا هاي الأداة الوصل اللي بتدخل هون بإبرة توهي، من الطرف الثاني بيكون الثقب صغير، هذا الثقب بيخلي بس إبرة أو عفوا القسطرة تفوت من خلال. طيب أنا إذا استغنيت عنها شو راح يصير عندي؟ إذا مسكت القسطرة ودخلتها بإبرة توهي فراح يكون في فراغ، راح تلاحظ إنه القسطرة راح تميل يمين شمال، أما هون بتحصرها في هذا المجرى اللي هو مجرى الدهي طبعا. يا شباب عنا هون إبرة توهي، إبرة توهي نسبت لمين؟ للعالم توهي. الرجل اخترع إبرة توهي وعلى عملة مرقمة طبعا بترقيم، كل ترقيم طوله 1 سنتيمتر تمام. فعاد الأمر له استثناء لأنه في بعض الأبار بتلاحظ بهاي المسافة لون بس أبيض أو لون فضي خلاص، بعدين أبيض أسود أو فضي أسود فضي أسود تمام. فهو شو عم يقول لك؟ عم بيقول لك انه المسافه 3 سم اللي هي المسافه الفضيه انا مخلي لك اياها هي مسافه امان بحيث تدخلها وتكبس بعد منها فريم وتبلش تعمل مناوره حقن الهواء تمام. اما اذا ما في هالموجوده هي الفضيه فبامكانك تعتمد على 3 الوان اللي هو الراس والوان بعده ولون بعده، تدخل بعد منها تبلش تناور للوصول لحيث فوق الجاي. عرفنا كيف يا شباب؟ في سؤال لحد الان؟ فعندنا إبرة توهي اسفل منها قليل معكوس نحو الاعلى، اتجاه الشخص انا بتحكم فيه، ولكن شيء مهم انه اتجاه الشطفي مرافق للنقطه المحوريه اللي موجوده باول الابره من وراء. النقطه المحوريه تعبر عن اتجاه الشطفي، فاذا كانت التحاطه هيك لفوق فالشطفي لفوق، اذا كانت لتحت فالشطفي لتحت. لاحظين الراس المعكوف؟ طبعا ما يستر الراس المعكوف يا شباب هو كالتالي. انا لما بدي امسك ابره حقن عضله اللي راسه منها مشطوف لاجي على الجافه اللي راح تكون هي قميصه، فلما بدي اوصل انا اخرق الرباط الاصفر اجي هاي الابره، اول ما بدي ادخل في القميص او في الجافي رح تخرقه. اما ميزت ابره توهي في هاي المرحله فرح تروح على الجافي وتعمل دفش بهذا الشكل تدفشها، بس اما اذا ماسك هيك بدها تنبعج بدها تنثقب. عرفنا شلون؟ فلذلك الدخول ملي نص ملي نص ملي هيك باتجاه الحيز فوق جافي مع رواق بسيط هو اللي بيكون احد عوامل نجاح العمل تمام. اما اذا فايت انا متكلم عن فايت امره بزل فوت بطلع، انت عم تاخذ خزعه مانك عم ايش اسمه مانك عم تخدر فوق جافي. عرفنا شلون؟ فلازم يكون اليتار او هيك الهدوء شوي شوي يكون عمل. هاي هي النقطه المحوريه تمام. شايفين هذا اللون البلاستيكي بيركب هون براس السرنج. هاي البساطة هي بس أداة لسحب المواد الكثيرية أو أداة لسحب السيروم اللي حاولين كاين. يتم وصل هاي الجسمات بالسرنج مثلا 20 وضع ضمن هاي الأمبولة السيروم الحي وتسحب بحيث إنه أنا أسحب بسرعة أكبر. لاحظ هون إنه حاطين لي شوفوا كيف رأس، هذا رأس هو رأس أنسولين طبعا بنفس القطر ولكن أطول. هذا ميزته بتحضير شو وضعه؟ تحضير موضعي بحضر فيه البشرة والأدمية وتحت الجلد تقريبا. عرفت شلون؟ طيب هذا راس الابره كمان هذا بيستخدم بتعميق التخدير الموضعي بحيث انه وصل التخدير الموضعي لبين النواتي الشوكي. عرفنا شلون؟ طيب الراس الثالث وهذا بيستخدم لسحب الابره او حتى ثقب الجلد مرحله ما قبل دخول ابره توهي. ثقب الجلد مهم قبل ابره توهي ليش؟ لحتى ما يصير ثقب شافوا بده تعمل الموضوع طريف. الفكرة يا شباب انه انا ابره توهي مو ابره كليلي، بس دخلت فيها مباشرة على الجلد لو المسحة باب بصير عندنا ثقب هيك مدور في الجلد. اما لما ندخل بابره قاطعة قبل دخول ابره توهي هاي شو بتعمل لنا ميزة؟ انه بتلجي لالياف البشرة تبعيت الجلد تبعد بين بعضها بحيث وقت بتشيل ابره بترجع تسكر على بعضها، اما هذيك بتحسها عملت ثقب بقلب الظهر. هذا السفنج 3 ملي بنسحب فيه شو؟ المخدر الموضعي. شوف يا شباب شايفين هاي الاسفنجة؟ هاي الاسفنجة من المنتصف تماما هي ميزابة، بحيث إذا مسكنا الإسفنجة وعملناها هيك بلدة تانية بسيطة تبين فيه هيك ميزابة بالوسط. بالطرف الثاني من الإسفنجة في عندنا لاصق،
هاي أداة لتثبيت القصة. هلا بنشوف إن شاء الله. لاحظوا شباب، عنا هون أمبولتين. الأمبول الأولى فيها اللي بكائن واحد مني، الغرض منها شو؟ تحليل موضعي ولوكال. الأمبول الثاني فيها اللي بكائن واحد مسلمي مع أدرينالين واحد على 200,000. هاي الأمبول شو شغلتها؟ جرعة اختبار، تمام؟ فبالتالي وجود لدوكاين 1.5% مع أدرينالين 1 على 200,000 بيعطيني ميزة إذا أنا حقن تحت العنكبوتية أو كان حقني ضمن القراب، فالمريض راح يصير في إجري راح يتخدره، راح يقول لك إجري سخنه، راح يقول لك لما إجري راح ما راح يحسن حركة إجري، فراح يتخدر الطرف السفلي عنده، تمام؟ أما إذا كان حقني ضمن الوعاء الدموي فوجود أدرينالين شو راح يسوي لي بالنبض؟ راح يسرع لي النبض، تمام؟ اخيرا بمره قرات مقالي انه هذا الامر يا اخي لا تستخدم جرعه اختبار عند المرضى المؤهبين لحدوث احتشاء او عندهم اساس سوابق نقص تروي، لانه وجود الادرينالين اذا كان حقن ضمن وعاء دموي راح يسرع لك النبض، راح يزيد من الريسك او الخطوره لاحداث احتشاء او نقص تروي قلبي. فلما بيجينا مريض عنده نقص اخفار او نقص تروي وناخذ له فوق جافي ونعمل له جرعه اختبار بتكون سيروم ملحي او اختبار رشف واختبار رشف، تمام؟ لا طبعا لا شيء ثاني. طيب تمام يا شباب، ركزوا معنا. عندنا شو ضل عندنا سرنج 20، هذا تعبى فيه جرعه الماركاين. عندنا هون سرنج حقن الهواء، هو سرنج بيجي فيه الضغط منخفض، حساسيته عالي، حساس بشكل فظيع. هذا السرنج ميزته او الحلاوه فيه انه شو